موجز لأهم وأخر الأخبار فأهلا بكم أفاد موفد الغد المشرق إلى شبوة صلاح العقل ببدء سريان قرار حضر التجوال في مديريات بيحان وعسيلان وعين وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ شبوة عوض العولقي هذا وكان موفدنا إلى شبوة قد نقل عن ألوية العمالقة ان قواتها تتقدم في بيحان ولن تتوقف حتى تحررها علما ان العمالقه سيطرت على منطقه الهجر غرب بيحان ووصلت الى ضواحي مدينه النقوب الاستراتيجيه استشهد اربعه مدنيين واصيب سته اخرون نتيجه قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على سوق شعبي في مديريه عسيلان بشبوه واوضحت المصادر ان القصف استهدف قريه ارا من بلاد ال اسحاق مخلفا عشره شهداء وجرحى بالاضافه الى اضرار جسيمه لحقت بالاعيان المدنيه واشتعال النيران في احدى محطات الوقود. قالت مصادر ميدانية ان العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابيه سقطوا بين قتيل وجريح في جبهه محافظه مأرب واستهدف قصف مدفعي وجوي مكثف تجمعات وتعزيزات للميليشيات جنوب وغرب المحافظه كما استهدفت القوات الحكوميه بقصف مماثل مواقع الانقلابيين بعده مواقع في محزم ماس بمديريه مدغل اعلن التحالف العربي عن استهدافه بضربات جويه معسكر السواديه في محافظه البيضاء استجابه للتهديد ومبدا الضروره العسكريه واضاف التحالف في بيان ان ميليشيات الحوثي تستخدم المعسكر للتخزين والامداد وايضا لاطلاق الاسلحه النوعيه وتم الاستهداف بما يتوافق مع القانون الدولي والانساني دانَت منظمة التعاون الاسلامي عملية قرصنة واختطاف سفينة الشحن روابي التي تحمل دول أو علم دولة الامارات مقابل محافظة الحديده مطالبة باطلاق سراحها فورا من جهته طالب الاردن باخلاء سبيل السفينة روابي والتي اعلن التحالف العربي انها تحمل على متنها كامل المعدات الميدانيه الخاصه بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيره سقطرة اعلنت الدفاعات الجويه السعوديه عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد اطلق من الطائف مع الاعلان عن اتخاذ اجراءات عملياتيه رادعه لتحييد التهديد وحمايه المدنيين الى هنا نصل الى ختام هذا الموجز الى اللقاء